السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم بالخير كله. أهلا بكم إلى هذا اللقاء الخاص. كيف نعبر فوق الأزمات لنحقق أحلام المواطن في عيش كريم وحياة آمنة مستقرة ينعم فيها بالعلم والصحة وتحقيق الطموحات في العيش الكريم، وهي أسس شعار الثورة: الحرية، السلام والعدالة. وبالتأكيد يصعب تحقيق تنمية واستقرار في ظل الحرب وانعدام الأمن، لأن الحرب ليست في حد ذاتها غاية. لذا كان ملف السلام وإيقاف الحرب هو أول احتياجات الحكومة الانتقالية وأهم مطالب الشعب السوداني. مشاهدينا، ضيفنا في هذا اللقاء الخاص هو رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، كما قال لي بين قوسين الجبهة الثورية، السيد التوم هجو. أهلا بك السيد التوم. مرحبا أستاذ معبود. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخي. ده وصول بعد فترة طويلة إلى السودان. طبعا دي ما أول وصول، أنا يمكن لي زي 5 ولا 6 شهور في السودان. نعم. لكن زي ما تقول وصول متقطع، يعني كنت في سفر. يعني بعد التغيير جيت. بعد التغيير جيت. يعني قبل التغيير. 8 سنة. 8 سنوات. أي بعد التغيير، لكن مما جيت برضو يعني ما مكست كثير. ياهو من أديس إلى جوبا إلى القاهرة إلى أديس إلى جوبا. يعني هو الفترة بتاعت ال8 سنوات. لا الثمانية سنوات ما جيت طبعا السودان اصلا. وين كانت الثمانية سنوات؟ والله يا اخي الثمانية سنوات برضو كنت متنقل ما بين وبين. ما بين امريكا ويوغندا والسودان ذاته. ما دخلنا الخرطوم، لكن كنا في النيل الازرق. لانه اصلا انا خرجت من الكرموك من النيل الازرق. وياهو والجنوب يوغندا، لكن امريكا اجتماعات برضو كانت في باريس. لما خرجت كنت في الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصلي مع السيد محمد عثمان. حقيقه هو كويس سنفتكر المدخل ده. يعني فعلا انا الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصلي اصلا انا موجود فيه عندما عدنا في 2005 وفي المفاوضات كنت امثل الحزب. لكن زي ما تقول حصل خلاف تنظيمي من 2007. وانا كنت عامل للتنظيم ورفعت مذكره لاعاده تنظيم الحزب ووحده الحزب. ودي يعني غادت الاخلاف. رفعت توم هجو بلا والله معه مجموعة. لا رفعت انا توم هجو كعميل للتنظيم. كعميل للتنظيم. آه. هي لم تقبل وادت الاخلاف. ليه رفعت المذكره؟ رفعت المذكره لانه حقيقه ده الواقع كان موجود. وقراءتي انا اتمنى المذكره دي موجوده الان وممكن يعاد. انا افتكر يعني ما نبهت له. ونحن عايدين لتونا يعني من الاتفاقية بتاعت القاهرة. كانت فعلا نحن محتاجين أن نعيد تنظيم الحزب ومحتاجين لوحدة الحزب. ده كان الهدف الرئيسي. في الوقت ذاك رفضت المذكرة. رفضت المذكرة من السيد محمد عثمان المرغني. والله يا أخي أنا ما بفتكر هي رفضت من السيد شخصيا، لكن من الحوالي السيد. وللأسف الشديد الرفضاء هم بعد ذاك كانوا أول الخارجين ومشوا للحزب الاتحادي المسجل ومشوا للاتحاد. يعني غادت الى حزب الاتحاد المسجل اللي قالوا برضوه قالوا بيقولوا الحزب الاتحاد الديمقراطي، بس برضه يعني كويس على كل حال. على كل حال الحزب اللي كان بقياده دكتور جلال الدين. نعم. فهو هذا بفتكر هم دي المجموعه اللي رفضت، لان كانت فعلا التنظيم وحده الحزب هو يعني بهز المواقع اللي كانوا موجودين فيها. نعم. طيب لما رفض المذكرة توم هجو خرج من الحزب. لم أخرج من الحزب، لكن مشيت في الاتجاه المفروض يمشي فيه الحزب لوحده. مثلا مشينا نحن أصلا عدنا وكان هو. لكن ده المسألة صحيح إذا كان طلع توم هجو برا والحزب كله ما خرج. لا هو شوف الحزب ما هو قيادات وجماهير. انا افتكر ده خط الجماهير السبت تماما. هي كانت فعلا تنادي بالمؤسسيه. طيب في اخرين خرجوا معك؟ تنادي بالديمقراطيه. يعني للاسف الشديد لم يخرج احد من الناس اللي كانوا في الطاقم. لكن على مستوى القياده مثلا سونيتا يعني من شهيد الوطن وفقيد الوطن علي محمود حسنين وهو نائب رئيس الحزب. قيادات كثيره فعلا دعمتني. هي لم تخرج لكن دعمت الخط الاصلاحي. ونحن يعني انا خرجت وغدت خط مع بقيه القيادات في الحزب. خط وحده مثلا فيها الشريف صديق الهندي، جلال ازهري، وده توج يعني اتفاق في بيت الازهري 21 اكتوبر 2008. كان وحده كل الفصائل، لكن برضه بعد ذلك طبعا داهمتنا الانتخابات وانهارت تلك الوحده. طيب وين توجه توم هجو بعد ذلك؟ حقيقة بعد ذاك طبعا داهمتنا
الـ 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 الانتخابات وانا ترشحت للانتخابات. انتخابات كم كانت دي؟ 2010 2010 هاي ترشحت لولايه سنار. وحقيقه عندما دخلت دائره جغرافيه يعني؟ لا لا ولايه والي 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 لسنار ولايه سنار. نعم. وحقيقة يعني هو مشيت انا لرغبة الجمهور هناك، وصراحة ما كنت متحمس شديد للحالة بتاعت الحزب والحالة العامة. لكن يمكن يعني حدث ما لم اتوقعه، يمكن انا كنت رغم التشتت الاتحادي كنت المرشح الاتحادي الوحيد. وحصل التفاف كبير. ويمكن معلوم نحن بنفتكر كنا فايزين، لكن ما صاحب الانتخابات يعني من تزوير، وليس التزوير في الصندوق بس، يعني عدم نزاهة الانتخابات، لأنه وجدنا فجأة نحن نازلين انتخابات ما ضد مرشح، ضد حكومة كاملة يعني بكل طيب آليات. بعد ذلك مشيت الخارج؟ نعم أبدا ما مشيت الخارج طوالي. هو كويس السؤال ده، لأن دي حتة فعلا خافية على كثير من الناس. نحن حقيقة في اليوم النتيجة بتاعت الانتخابات حصلت إشكالية كبيرة جدا كانت في النيل الأزرق وفي سنار. النيل الأزرق بشكل حاد لأن كان فيها مالك عقار ويعني أعلن نفسه فائز، وأيضا مرشح المؤتمر الوطني كان فرح عقار أعلن نفسه فائز. لكن كان هناك طبعا تصادم بين قوتين سياسيتين وعسكريتين يعني. نحن في ولاية سنار أيضا حصل رفض من جماهيرنا وتجمهروا في ليلة الانتخابات، وكانوا مصرين أنه ما يقبلوا النتيجة. لكن حصرنا بقوة عسكرية كبيرة جدا، وأنا قلت لهم لن أتحمل أي دماء، وأنا عارف أنه الحزبي ما كان بالقوة اللي يستطيع مثلا زي الموقف بتاع مالك عقار. وطلبت من الشباب بالذات أنه كانوا متجمهرين، نحن أخذنا يعني يمكن كل المدن سنار كل المدن بنسب كبيرة جدا، وفعلا كان في تشنج. فهدأت الناس ويعني ذهبت الى مالك عقار، وده يمكن سر لاول مره يعني انا اقول على الهواء مباشره، لانه بغيت لا احتاج جو ثاني يعني، لانه ذات السن نحن بعد ذلك نسلم الشباب. فانا صراحه ذهبت الى مالك عقار، وكان هنالك ارهاصات بتاعت مقاومه للنتيجه من ناس النيل الازرق. فاذا كان حصلت مقاومه في تلك اللحظه من النيل الازرق، نحن كنا حندخل المقاومه دي ايضا من سنار. ولكن بعد ذاك يمكن الامور مشت في النيل الازرق، وسلم مالك عقار الولايه. لكن انا ذهبت، ومالك عقار طبعا بتربطني به علاقه قديمه جدا من فتره التجمع الوطني الديمقراطي، وهو صديق. لكن انا ذهبت الى النيل الازرق بغرض ان استعد الى انتخابات 2015. لأنه في تلك اللحظة بعد انتخابات 2010 أنا وصلت إلى قناعة أنك إذا كنت تريد أن تنزل في انتخابات مع النظام البائد يجب أن تكون عندك بندقية، غير كده أنت نتيجة الجمهور لا. ده الغرض صراحة اللي أنا ماشيت به، وكنا فعلا في استعدادات ل 2015، وإذا دخلناها كنا حندخلها ونملك. لكن في النهاية نملك خيارين. الوصول للعملية السياسية في كل التجارب في الدنيا يعني هاي. لم تصل بالسلاح يعني، حتى حرب الجنوب التي استمرت من 83 لم تستطع بها الحركة الشعبية أن تدخل في الحكومة وأن طبعاً تأتي إلى المركز إلا باتفاق السلام. معك معك يا أخ مامون، لكن شوف شيخي مامون، شوف أول حاجة نحن تخرجنا من مدرسة الشريف حسين يوسف الهندي الشهيد، ودي المدرسة أنا بفتكرها هي المدرسة اللي أدخلت العمل المسلح في العمل السياسي. شريف هو طبعا مؤسس لاول عمل جبهوي، وادخل البندقيه لاول عمل جبهوي، وكانوا معه الاخوان المسلمين وكان معه الانصار، ونحن تتلمذنا على تلك المدرسه. وحقيقه نحن من الجيل الذي يؤمن ما اخذ بالقوه يعني لا يسترد الا بالقوه، فعلا دي تربيتنا الكانت السياسيه. رغم فعلا الجدليه انه فعلا يعني تاريخ العمل المسلح المعارض ضد عمل ضد نظام مسلح ما كان يعني أتأكله، لكن على كل حال دي تربيتنا ودي مدرستنا الاتحادية. لكن هذه المدرسة استنزفت البلد يعني، انتم بعدها مشيتوا الجبهة الثورية. نعم يعني ما قبل الجبهة الثورية. نعم هي شوف أول حاجة قد تكون فعلا أدت بنتائج سلبية، لكن على كل حال لا تستطيع أن تحمل المسؤولية لرد الفعل. نحن ديمقراطيين بطبيعتنا، والحزب الاتحاد الديمقراطي حزب وسط،
لحد الآن هو ما متهم في أي مرحلة من المراحل أنه سعى للوصول عن طريق انقلاب. كل الأحزاب متهمة ما عدا الحزب الاتحاد الديمقراطي لم يزعى للوصول للسلطة عن طريق انقلاب، مع أنه كان مؤهل، لأنك ما تعلم يعني يمكن الطبقة القيادات في الجيش أغلبها ذوي خلفيات في مدرسة، لكن عفوا للمقاطعة، في مدرسة ثانية يعني بتقول إنه والله أو توجهات لمراقبين وقراء لواقع السياسة السودانية منذ تشكيل الدولة الحديثة إنه كل الأحزاب السياسية السودانية على جلها مالت لاستخدام القوة في العمل السياسي ما عدا الاتحادين. أنا أتحدى إلى الاتحادين كانوا في التجمع في أسمرة. لا لا أنا 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 يعني ما بتكلم في الاتحادين كمدافعين. الاتحادين نعم من أجل الدفاع عن الديمقراطية هم أول من حمل البندقية وأول من شكل، لكن الأحزاب السياسية هي أخرت الواقع السياسي. أبدا أنا بتكلم عن الأحزاب السياسية اللي فشلت يعني من الوصول إلى السلطة عن المنافسة النزيهة الشريفة وأتت بالشباك بالبندقية. دي كل القوى السياسية يمين ويسار وحتى حزب الأمة غير لا أيوة كلنا كسياسيين أجحفنا في حق الوطن، ما في اثنين ثلاثة، لكن احنا حقيقة كنا ضحايا لهذا الإجحاف منكم جميعا المنتمين. نحن كحزب اتحاد ديمقراطي حتى هذه اللحظة التزمنا بالمؤسسية ومؤسسنا بالنظام الديمقراطي تماما، وكنا غادرين، نحن كنا غادرين زي الآخرين. عندنا ضباط داخل الجيش ويمكن معروف. طيب. يعني كويس انت دخلتنا بالمدخل. انا مشيت والله انا حاولت اعمل مداخل ما بطال عشان يعني شوف الرئيس اسماعيل الأسري معلوم تماما في الخلاف التمة لإسقاط حكومته الأولى جاءوا ضباط ووقفوا معه وقال له يا أخي نحن مستعدين أن نعمل انقلاب، قال لهم أبدا رفض. مش يعني الحزب مش ساعة جو ورفض. فدي حقيقة بالذات للجيل الجديد يجب أن جميل. أنا حاولت أن أمر سريعا أستاذ توم هجو لسبب واحد حتى نمهد، لأنه والله على الجميع الآن أن ينتبه للوطن. أنا سعيد بهذا المدخل صراحة أن ينتبه للوطن وأن نتحمل وأن تتحمل كافة القوى السياسية المختلفة طبعاً. بأنه العمل العام لا ينبغي أن يخرج عن المسار الحاد الذي يرهق الوطن في كافة. ما في كلام الجوار. طيب ما في كلام، لنأخذ هذا المدخل ونذهب إلى واقعنا الحالي. نعم نعم. يعني حدث التغيير في السودان. نعم. وتمت الاتصالات، وحتى إنه الجبهة الثورية والحركات المسلحة المختلفة هي كانت واحدة من المكونات الأساسية لقوى الحرية والتغيير. نعم. وحتى المراقبين في الساحة كانوا يرون أنه والله الجبهة الثورية كان من الممكن أن تكون هي مضمنة في كل ما تم داخل الحرية والتغيير، ولا يحتاج الأمر للتفاوض بالضبط في الأساس حتى تكتمل هذه العملية. صحيح. مع الأخذ في الاعتبار مشاغل المناطق التي تأثرت بالحرب في النيل الأزرق وفي جنوب كردفان وفي دارفور طبعا. لكن طبعا. الغريب في الأمر أنه مشى مسار آخر للتفاوض. صح. وحتى أنه يعني طالما أنهم كانوا انكلودينج في المسألة بتاعة الحرية والتغيير كان يفترض أن يكونوا هم جزء من الحكومة الانتقالية الحالية، وأن لا تكون هنالك مفاوضات بين خصماء. صحيح. لأنه ما في خصماء، الذين جاءوا للسلطة بعد التغيير هم ليسوا خصماء لأعضاء معهم في الحرية والتغيير. نعم. أليس هذا هو منطق؟ صحيح، ده منطق صحيح وفيه صراحة يعني محتاج لكثير من التوضيح للمشاهد. لكن قبل أن يعني أدخل في الإجابة على هذا السؤال دعني أكمل ما تبقى من السؤال السابق. نحن فعلا نستفيد من الزمن عشان نجيب سريع جدا. نحن يعني محتاجين فعلا لمراجعة تاريخية منذ الاستغلال. نعم. يعني ما بعد الذي حدث خلال 30 سنة ما يعني ما بينفع معه يعني نبدأ من محل ما انتهينا، لابد أن نرجع. نعم. مراجعة لكن دائرة تواضع عميق، دائرة تواضع تجرد ودائرة صراحة ودائرة وضوح ودائرة تمليك لحقائق مجردة لهذا الجيل الشاب الذي أنا بفتكره أتى يعني بثورة ما في لها سابق ووقت هو مثال يحتذى. نحن واجبنا يعني كقيادات كنا شباب عندما دخلنا العمل السياسي كما قلت لك مع شريف حسين، الآن نحن دخلنا في طور الشيخوخة واجبنا أن نملك هذا الجيل تلك المعلومات. يعني مثلا الكم 60 سنة يعني نصيب الأنظمة العسكرية الدكتاتورية 52 أو 53 11 سنة هي الديمقراطية كلها مقطع، ما في ديمقراطية اكتملت. فعشان كده أنا بفتكر الانقلابات وللأسف الشديد
الانقلابات اغلب او تقريبا يعني اذا طلعت يمكن تقريبا كل الانقلابات العسكريه في السودان هي كانت مخلب غط لقوى سياسيه من خلفها، من انقلاب عبود لحد انقلاب مايو نميري وهو كان انقلاب يساري الى انقلاب الانغاز اللي هو كان انقلاب لا 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 يعني الاسلامي متطرف تماما. دي حقائق كده يعني قلت لك كل القوى السياسيه اجحفت حق الوطن بمعنى انها استخدمت القوات المسلحه والتحريرات ما عدا الاتحادين واصر فانا افتكر دي حته مهمه جدا يجب ان ننتبه لها، لكن النتائج وبال اجيك ادخل لك فعلا في سؤالك وهو مربوط بهذه الجزئيه فعلا لماذا التفاوض اذا الجبهه الثوريه هو من الحرية ما كان في اي سبب الجبهه الثوريه حقيقه وانا تشرفت ان كنت واحد من المؤسسين لها ومن الاول نحن يعني وضعنا في ذهننا من البدايه الاستفاده من التجارب الماضيه، الجبهه الوطنيه الاولى السبعينات انتهت لمنتصف الثمانينات والتجمع الوطني الديمقراطي كان في خلل واضح وكان في اخطاء واضحه. نحن في وضع اللبنه والاساس بتاع الجبهه الثوريه كان في ذهننا وانا واحد من الناس اللي غطى هذا الاتجاه بحكم امتداد تجربتي في ثلاثه جبهات، ان تكون هذه الجبهه قوميه وان يعطى فيها الهامش موقع الرياده والقياده، لانه الجبهه الوطنيه الاولى في السبعينات والتجمع الوطني الديمقراطي شريف حسين والامام الصادق المهدي وايضا التجمع الوطني الديمقراطي برضه نفس القيادات يعني الهامش ما وجد مكانته وتكررت الاخطاء، فكانت اعطينا يعني الهامش بحكم وزنه وثقله وايضا بحكم الاحقيه التاريخيه له ونحن كنا موجودين انه كان من حقه ان يقود وقاد هذه الجبهه. طيب. ايضا طلعنا بهذه الجبهه الثوريه ان برضه ما يكون عمل عسكري فقط معزول زي ما لانه كان في انفصام واضح جانب سياسي. ايوه كان انفصام واضح في التجارب الفاتت ما بين القوى السياسيه والقوى العسكريه، حتى في التجمع الوطني الديمقراطي يعني التمازج ما بين الحركه الشعبيه والتجمع كان ضعيف جدا وما كان في توازن بتاع قوى. نحن فطنا وكان في توازن قوى والجبهه الثوريه هي حقيقه السعد نحو ان يكون التنظيم ده قومي، سعد نحو القوى السياسيه من الفجر الجديد لاعلان باريس لنداء السودان. وحقيقه قبيل قيام يعني الثوره الجبهه الثوريه واللي هي بقت نداء السودان كانت بتفكر ان تكون حكومه الظل، كانت جاهزه. نداء السودان كان جاهز ومكتمل تماما. يعني التنوع السياسي لكنه الان غير مكتمل. انا جايك دي نقطه مهمه جدا جدا. كان مكتمل يعني اول حاجه القياده السياسيه يعني مثلا الناس اتت بالامام الصادق المهدي على راس يعني نداء السودان وهو المخضرم الامين العام كان من اركم الناوي وهو من القيادات الشابه الجديده ومن الحركات المسلحه كان في نواب كان في توازن ما بين الشرق والغرب بين الشمال والجنوب الجديد وكان في توازن جهوي واسمي وكل شيء وكنا جاهزين. حقيقة الحصل كان شيء مؤسف لأنه عندما قامت الثورة نحن كان عندنا نداء السودان وبقيادة الإمام الصادق المهدي وهو أكبر كتلة، كتلة بتاعت نداء السودان كانت أكبر كتلة تقريبا تشكل 80% من القوة السياسية اللي كانت فاعلة. ده موجود في لقاء باريس لا في آخر لقاء بعد لقاء باريس وقو قواقع نعم. قواقع أصلا كان هنالك نداء السودان والتجمع التجمع الوطني الديمقراطي ما كان في شيء ثاني. هنا صراحة يعني حصل التفاف سياسي. انه من من؟ من قيادة نداء السودان في الداخل. ويعني اتخذوا يعني اتخذوا قرارات فيها خروج على المؤسسية اللي احنا متفقين فيها. مثلا المكون بتاع الجبهة الثورية وكان مكون اساسي ورئيسي في نداء السودان لم يستشار في الكتل الاضيفت لغوى الحرية والتغيير، مع انه احنا الاصيغنا الوثيقة وشاركنا فيها. لكن اضيفت كتل وانا بفتكرها كان التفاف سياسي وكانت بغرض التمييع القضيه كلها. والجبهه الثوريه وجدت نفسها يعني شيئا فشيئا شيئا وشيئا انها خارج الاطار. وتكررت نفس التجربه السابقه. يعني البنيلان كله انهار لان القوى كده نمشي نمشي لموضوع العلاقه يعني الجبهه الثوريه وقوى الحريه والتغيير. نعم ده مدخل قوى الحريه والتغيير يعني برضه لفائده المشاهد والحريه والتغيير اصلا تكونت من نداء السودان اللي فيه
حزب الأمة وفيه الحركات المسلحة كلها، الجبهة الثورية جهة ستة، وفيه المؤتمر السوداني، وفيه الاتحاد المعارض الاتحادي، وفي لا الاتحاد المعارض ما فيه، فيه تجمع المهنيين ما فيه، ما في نداء السودان، لا ما في نداء، لا ما في نداء السودان، في غول حرية وتغيير، في غول حرية دي كلها أضيفت في كتلة تانية كانت التجمع الوطني أو اللي هو كان أصلا امتداد لتجمع جوبا، أضيفت ثلاثة كتل، أربعة كتل جديدة. الجبهة الثورية ما كان طرف في هذه الإضافة، أضيفت التجمع المهنيين، وأضيف التجمع الاتحادي، أضيف منظمة منظمات المجتمع المدني تانية، أضيفت وهنا اختل التوازن تماما. وانتوا كنتوا في نداء السودان؟ نحن كنا في نداء السودان داخل القوى الحرية والتغيير، داخل القوى الحرية والتغيير، لكن المكون الداخلي لنداء السودان حقيقة يعني زي ما تقول تفادى وتجاوز المؤسسية وذهب مع نداء السودان، تجاوز المؤسسية وذهب مع المكونات الجديدة في قوى الحرية والتغيير وأصبحوا ذات أغلية، يعني بقى ما عنده علاقة بكم. المهم يعني زي ما تقول هو مش ما بقى عنده علاقة بينا، لكن تجاهل نداءاتنا. ليه؟ ده سؤال أسألهم ومجاوبوه. أنا بثبت لك أنهم تجاهلوا احتجاجاتنا، تجاهلوا. معنى ذلك أنه ما في تنسيق ما بين نداء السودان في الداخل ونداء السودان في الخارج. شوف في تنسيق. طيب ليه قالوا أنه نداء السودان لم يمثلنا في الخارج؟ أنا داري أجيك. نداء السودان فيه مجلس رئاسي برئاسة الإمام الصادق المهدي، ممثل فيه كل الكتل. نحن مثلا في الجبهة الثورية ممثلين باثنين الوحيدين، ممثلين بدكتور جبريل إبراهيم رئيس العدل والمساواة كممثل للجبهة الثورية، وممثلين بمني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان كأمين عام. لكن وفي يعني وفي تانين في في كتلة نداء السودان البرئاسة الدقير جوا، نعم، وفي منظمات المجتمع المدني. طيب نداء السودان في قوى الحريه والتغيير كان مسؤول السيد صادق المهدي؟ لا هم يعني ابدا ابدا، ما هو رئيس النداء ابدا، كان رئيس النداء لغايه هو كان رئيس النداء. اول حاجه القرار لم يتخذ داخل نداء السودان عشان يحدد منو اللي بيمثل نداء السودان في قوى الحريه والتغيير. يعني من الاول مثلا قالوا لنا احنا دايرين نعمل لجنه بتاعت اتصال. اللجنه بتاعت الاتصال مشى فيها عمر الدقير ومريم الصادق. هذه اللجنه بقدرة قادر تحولت الى لجنه بتاعت مفاوضات، الى لجنه تنسيقيه، الى لجنه بتاعت قرارات. وللاسف الشديد وهي لجنه اتصال هي لجنه اتصال وللاسف الشديد جلسوا معاكم في اديس للاسف الشديد هم ذاتهم يعني ذهبوا في هذا الاتجاه واصبحوا اغليه لا حول ولا قوه له وانجرفوا. لكن انتوا يعني ما فضلتوا انكم تظلوا برا من ال لا 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 ابدا. نحن ظلينا يعني حقيقه ننادي وفي مكاتبات وفي وثائق لحد ما نجيت لحد ما نجيت على مدى اربع شهور، لانه بعد ذاك لترون بعد شكلت الحكومه. أنا جاي يعني كان قبل تشكيل الحكومه، بعد شكلت الحكومه كان هنالك نقاط مهمه، يعني تم ارجاء المجلس التشريعي حتى يتم الاتفاق على الحركات المسلحه. هي الاشكاليه جاء تعيين الولاء، نعم، حتى يتم الاتفاق على الحركات المسلحه في النقطه دي. حتى ما قبل تشكيل الحكومه نحن ظلينا يعني نخاطب ونكاتب قياده نداء السودان في الداخل بالخلل كان موجود، وده يمكن استمر على مدى اربع شهور لحد الى انا دخلت برضو جينا مباشره اتكلمنا مع القياده والقيادات كلها الموجوده انه في خلل يجب معالجته. بعد ذاك جو بابليك بقت القضيه طرحناها في الاعلام بجي تي والمؤتمر الصحفي المشهور اللي انا عملته فابرزنا القضيه. نعم. بعد ذاك نداء السودان وبمبادره من الامام الصادق المهدي ده اول تحرك لاحتواء الخلاف. نعم. يعني وده الغاد طيب الى لقاء اديس واتفقنا، حصل تملص من لقاء اديس، حاولنا نعالج الموضوع ده في القاهره، حصل رفض. يعني عمليا الان نداء السودان ليس له علاقه بالتركيبه التي تمت الا في اطار التفاوض الذي سيتم الان، وهم ليسوا اعضاء الان طبعا في المجلس السيادي، وليس هم اعضاء الان في الحكومه المركزيه، لانهم ممثلين نداء السودان عندكم. لكن انا الجبهه الثوريه اتكلم عن الجبهه الثوريه، الجبهه الثوريه ايوه ما طرف في التشكيله. طيب اصلا نتيجه لهذا الخلل، نعم، ما طرف في تشكيل الحكومه، ما طرف في تشكيل مجلس السياده، لكن ده ما منعنا ان نتعاون معهم.
اي نعم ولا منعنا ان ندعمن تماما سعود، لانه المسار بعدك بقى مسار عشان كده جابت النقطه بتاعتك. نعم يعني دي اللي خلقت التفاوض ان ما كان يمكن ان يكون، يعني نحن تفاوضنا كان ان يكون في طرق الحريه والتغيير. نعم فالتفاوض الان مع حكومه نعم شكلته الحريه والتغيير دي اسبابها. اذا خلاص المسار الان بقى مسار للتفاوض وتتم فيه مفاوضات مع الجبهه الثوريه حتى يتم اتفاق في المرحله المقبله. انا سعود اليك ان شاء الله، كل ذلك كان مدخل لمفاهيم، لوضع مفاهيم لصورة وطبيعة الصراع الذي يدور الآن أو الخلافات السياسية في بلادنا. سنعود اختلافات سعود إليك إن شاء الله. سعود إليك. مشاهدينا الأعزاء، نحن لا نزال معكم في هذا اللقاء الخاص الذي نقدمه مع رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم الشيخ هجو، سنعود بعد قليل. اهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا اللقاء الخاص الذي نقدمه لكم على الهواء مباشره مع السيد التوم الشيخ هجو رئيس المجلس التشريعي بالجبهه الثوريه، رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الجبهه الثوريه. اهلا بك سيد التوم من جديد. مرحبا. تم بعد ذلك التواصل، جوبا توسطت في الملف ونجحت في ان تصل الى في الاتفاق الاول الفريم ويرك اللي هو اعلان المبادئ. نعم. من بعده تم الاتفاق السياسي. نعم. كيف تنظر للدورة الذي تم والنجاح الذي تحقق حتى الآن؟ نعم. في اتجاه تحقيق السلام. نعم حقيقة الدورة الذي تم يعني دور كبير جدا. وفي هذه السانحة يعني حقيقة يجب أن نشكر أشقانا في دولة جنوب السودان وفخامة الرئيس الفقير، لأنه فعلا هذه المبادرة أتت يعني في وقتها وكانت يعني مبادرة ناجحة، وانا افتكر حققت يعني اختراق نحن فشلنا فيه على مدى الثمانية سنوات الاخيره من المفاوضات على مدى 22 جوله. يعني انا بفتكر النجاح يمكن غير مرئي، نحن ظلينا طيله المفاوضات يعني تمت يعني في اديس مع النظام البائد هي مفاوضات على هامش القضايا، يعني في قضايا شكليه، يعني مثلا نحن خسرنا كم جولة بالاختلاف حول مسمى الجبهة الثورية، خسرنا الجولة الأخيرة حول المسمى بتاع نداء السودان، يعني ما كان في رغبة أصلا للدخول للقضايا. نحن حقيقة ما قبل الـ يعني المفاوضات، لكن هذه المفاوضات كانت حول المنطقتين واخرى حول دارفور. ابدا ما ده بالضبط المفاوضات هسه بتعجبها لما بدات اجيك للنقطه دي، هي بدات بنفس القضيه يعني هي منطقتين ودارفور، اتت بعد ذلك المسارات الاخرى. نفس البدايه هي نفس البدايه، لكن افتكر ايضا يعني الدور التمهيدي التم برضو من يعني قياده المجلس العسكري قبل ان يكون المجلس السيادي، وبذا ساعه نائب الرئيس حميدتي كان دور مهم جدا تمهيدي ما تم في شاد من لقاءات وما تم في جوبة ذاته من لغاءات غير التواصلات الأساس تمت منذ البداية من الأمارات. مهد لله مهد إلى المبادرة ونجاح جوبة، لأنه نحن يمكن يعني أتينا تقريبا يعني زالت الحتة بتاع عدم الثقة وحصل إطمئنان، عشان كده يعني في أول جولة نحن يمكن على مدى 8 سنوات أول مرة نصل لتوقيع، وفعلا شعرنا منذ البدايه انه نحن بنتشاور. طيب كأطراف حتى نتفائل نعم بالواقع المقبل. نعم والاهل السودان الان ينتظرون نعم ويراقبون المشهد الان في تحقيق عمليه السلام. نعم لكن لديمومه السلام. نعم هل الان الموقف التفاوضي موحد للحركات المسلحه؟ نعم مشكل الجبهه الثوريه. نعم ومن الطرف الاخر عبد العزيز الحلو كذلك. نعم اديك لهذه النقطه. يعني شوف يعني هو ما ساعد حقيقه ان احنا تجاوزنا العقبات الرئيسيه اللي هي عدم الثقه وعدم الاطمئنان، وفعلا المفاوضات يعني يمكن باطراف الثلاثيه الجبهه الثوريه والحكومه وحتى الوسيط الجنوبي وجدنا نفسنا فعلا ان احنا بنتناقش في قضيه كلنا احنا جزء منها وكلنا عارفينها، وعشان كده اخذ الطابع وهي ملفات مقتوله بحثا. ايوه واخذ الطابع للمتفاوضين صح في صح في جانب حتى حتى المعايشه النفسيه دي كانت المهمه جدا، ولقينا نفسنا فعلا زي ان احنا بنتشاور وبنتحاور كلنا من اجل قضيه. طيب حقتنا اذا كان ده المسار سيد التوم. نعم لماذا التاجيل؟ اجيك لماذا التاجيل؟ حقيقة نشوف يعني لانه نعم يعني نحن وقعنا الفريم ويرك، نعم اخذنا وقت
وقعنا اتفاق الملف السياسي الآن تم التأجيل مرة أخرى. نعم جدا. يعني إذا أنت تحدثت أنه والله الروح حاجة الروح الآن واحدة. نعم. ولكن لا يبدو ذلك الأمر كذلك. لا حقيقة الروح واحدة. وأنا بفتكر التأجيل هي مسألة بتاع الترتيبات وليست خلافات أصلا. لأنه يعني الملتقى الأول لأول مرة جبهة ثورية تلتقي في طلعنا منه بإعلان المبادئ. الملتقى الثاني نحن وضعنا فيه خارطة الطريق للمفاوضات. وهنا بجيك للنقطة الأساسية والمهمة جدا. وضيفت ثلاثة مسارات. المسارات اللي كانت موجودة هي مسارات المنطقتين المناطق ذات الفئة الحرب المشتعلة وأثار الحرب اللي هي المنطقتين ودارفور. في قضايا أخرى كان فيها إشكاليات. يعني مثلا أضيف المسار بتاع الشرق وكانت هنالك مطالبة طيلة السنوات لكن النظام المبات كان رافض. وأيضا كان في مطالبة بمسار للشمال برضو كان في رفض. ونحن طالبنا الآن يعني بعد ما تغطت كل أطراف السودان بمسارات طلبنا بمسار للوسط. وده أنا بفتكر المهم فيه وده بيقود إلى الحل السياسي الشامل. لأنه شوف نحن ظللنا منذ الاستغلال منعالج في مشكلة الجنوب وتجاهلنا المشاكل بتاعت الشمال إلى أن انفجرت مشكلة دارفور. ركزنا في مشكلة دارفور وبدأت لنا تظهر ملامح انفجار في 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 شرق السودان. إذا تركنا هتحصل لنا بعد شوية مشاكل في شمال السودان وهتحصل لنا مشاكل في الوسط. لأنه طيب. صراحة الانهيار يعني الاقتصادي الآن برضو في مسارات في خمسة مسارات الآن في خمسة مسارات وهي هي مسار دارفور ومسار المنطقتين ومسار الشرق ومسار الشمال ومسار الوسط في خمسة مسارات. إذا السلام كده حيكون بعيد ألا أبدا. لأنه في النهاية الآن لما تفتح مسارات وأصلا عملية التفاوض مع الحركات المسلحة التي كانت معلومة أنه لها قضايا محددة في جنوب كردفان في جنوب النيل الأزرق وفي دارفور بالضبط. لكن لما نفتح لنا خمسة مسارات لا معنى ذلك أنه ما في استصحاب ما هي للواقع السوداني الحالي الذي يرى في تحقيق السلام. هي ما الآن يعني الجبهة الثورية هي بتتفاوض زي ما كان بتتفاوض غول الحرية والتغيير لأن أصلا هي جزء في غول التغيير. فالإشكاليات اتوضعت على الطاولة. في إشكاليات معروفة ومدروسة وقضايا واضحة جدا جدا في يعني دارفور وفي المنطقتين. في إشكاليات موجودة ما وصلت بالحد فيها هي حتتخط على الطاولة. يعني ما بيكون حجم المطالب الموجودة وحجم القضايا الموجودة هي نفس القضايا الموجودة. ده ما موضح الآن في الديكلاريشن السياسي ولا موضح. لا موضح. لا مش بالمسارات. لا موضح. أنا في رأيي إذا قريت الإعلان السياسي. أنا قريت الإعلان لكن ما في مسارات. لا لا ده موضح بشكل أساسي. إنما القضايا الكلية في التفاوض هي ملفات متعلقة بشؤون الإنسانية. لا الوثيقة المضينا. الوثيقة المضينا عليها أخيرا فيها هي كل المسارات. والآن نحن يعني الجولة اللي هتبدأ يوم 21 هتبدأ في كل هذه المسارات. لكن هي مسارات ما متناقضة ولا متجاذبة هي متكاملة. يعني في النهاية كلها هي بتناقش قضايا مثلا القضايا الساخنة في دارفور والمنطقتين دي واضحة وعندها الأولوية وعندها الأسبقية في الحلول. في قضايا متنامية زي مسألة الشرق زي مسألة الشمال زي مسألة الوسط. في قضايا كل الناس هتخدها على الطاولة. المهم في الموضوع ده لأنه كما تعلم أن لحد الآن الدولة السودانية هي يعني في وضع لا يمكن لوحدها من معالجة كل هذه الإشكالات. انتقالي إحنا العالم وفي وضع انتقالي. لكن المجتمع الدولي اللي هو صاحب مصلحة حقيقية في الاستقرار السودان وداعم السودان الاستقرار حقيقة أنت يعني بلد في حالة بتاعت انهيار اقتصادي في إشكاليات اجتماعية في تجاذب غبلي لا بد أن يكون في كنترول لهذه الجانب. طيب اسمح لي بالمقاطعة سيدة توم. نعم. إذا كان الآن الشعب السوداني ينتظر مكاسب أهم مكاسب الثورة. نعم. وهي حرية سلام وعدالة. نعم. الشعب الآن ينتظر السلام. نعم. ويتوسم ما شاء الله كلكم قاعدين تيجوا الخرطوم. يعني بالأمس نحن الخرطوم استقبلت صح. مساعد السيد منياركم منا. نعم. وانت الان موجود وكل القيادات الان ممكن ان تاتي. نعم. ليه ما يكون في تفاوض في الداخل بالضبط. يعني بالضبط. ليه ما يكون في تفاوض في الداخل. نعم. ولما تكون هنالك منابر خارجيه. نعم. ولماذا لا يتم التفاوض بلا تاجيل. نعم. بلا تاجيل. نعم. شوف ليس هنالك يعني ما يمنع ذلك. وكلامك صحيح احنا موجودين الان ومنتحاور على الاقل مع قواعدنا. ولكن لوجود بعض القيادات الرئيسيه في الخارج اللي حد الان لا يعني مش هي ما عايزه
ولا في مانع يمنع ان تاتي، ولكن يمكن دي بلد نعم لا لكن دي كانت يمكن نقطه خلاف بيننا وبين اصغر الحريه والتغيير. الان القيادات بالذات في الحركات المسلحه هي قيادات موجوده معها يعني معسكرات في الخارج، في نازحين في الخارج، فلا يمكن انت تاتي ودي مئات الالاف وتاتي بها للداخل، ولا يمكن ان تاتي انت كغائد يعني سياسي وغائد عسكري وتترك ناسك. عشان كده في موضوع سياسي فعلا فرض هذه المسألة. ولكن بفتكر الان يعني بـ 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 بالمفاوضات الموجوده في جوبا بممر جوبا يمكن ده انتفى مثلا الخارج ذاته، يعني ما في احساس لانه الناس قاعده تتفاوض في الخارج، وزي ما شفت فعلا الناس بتجي بأريحية والان بتتحاور وبتشاور. لكن طيب. المفاوضات نتيجه لوجود القيادات في الخارج ونتيجه لوجود صغله بالذات من النازحين. يوم 21 حتكون وين؟ في جوبا؟ في جوبا نعم. في جوبا نعم. ما في منابر ثانيه؟ لا أبداً. في دول قدمت مبادرات يعني طبعا في دول حقيقه يعني الامارات مثلا تتحدث عنها هي أبدت استعدادها على استضافه ابدا التفاوض. ما في لكن برضو كمان احنا نضع في اعتبارنا حاجه مهمه انه للسلام استحقاقات بالضبط يفترض ان تدفع بالضبط. من سيدفع للاستحقاقات؟ بالضبط. شوف يعني السلام في جنوب السودان يتحقق عن طريق الايجاد بشركاء الايجاد اكزاكتلي البارتنرشيب طبعا، وفي مناطق اخرى كذلك نعم. يتحقق عن طريق العديد من الدول التي نعم. عانت على نعم. ذلك نعم. وين ستكون المنابر؟ بالضبط. شوف هو ده لم يحصل هنالك تنازع في المنابر بل هنالك يعني ابديت رغبات لدعم القضيه السودانيه، والان منبر جوبا مدعوم من كل الاشقاء اللي هم الان مربوطين بالقضيه السودانيه، إذا كان الأشقاء في مصر، إذا كان الأشقاء في الإمارات، إذا كان الأشقاء في السعودية، هم داعمين لهذا المنبر. وكان في وجود لبعضهم، يعني مثلا الاتحاد الأفريقي كان موجود في الجولة الأخيرة، ناس الأمم المتحدة كانوا موجودين، يعني أنتم مكتب المبعوث الأمريكي كان موجود. سيظل المنبر في جوبا أنتم مع ذلك؟ أيوة سيظل المنبر في جوبا، لكن سؤال قائم، لأن فعلا هذا المنبر محتاج لمساعدة ومحتاج لإضافات. يعني يمكن الآن الوسيط معلن أنه هو حيقوم بجولة يعني يمكن للأمارات وللسعودية لبعض الدول نعم. ففي توافق ما في تقاطع طيب. يعني جوبا نحن بالنسبة لنا هي أساس وهي صاحبة حق وصاحبة أفضلية، ولكن لا نحن ولا جوبا بتدعي انها تملك كل الاوراق الاوراق وكل في دول عندها وهي ساعيه معنا ونيابه عننا عن تكمله المستحقات. ربما هذا يقاس بدرجات المصالح، بمعنى ان نعم. السودان له علاقات وثيقه ومصالح وثيقه بالجنوب نعم. قد تكون هي اعلى درجه نعم. من منابر اخرى نعم. تحقق للسودان بعض المصالح نعم. قد تكون هذه حسابات نعم. ايضا يعني نعم. لكن عموما هنالك برضو موضوع مقلق ومهم ولا بد من معرفة رأيكم في الجبهة الثورية، وأنتم تستعدوا الآن للتفاوض المقبل لإكمال بقية هذه الملفات نعم. معلوم أن هناك عدد من الحركات المسلحة ليست ممثلة في الجبهة الثورية نعم. لكنها وقعت اتفاقيات للسلام نعم. اتفاق أبوجة للسلام نعم. حتى قبل اتفاق بشي بعض الحركات عديدة جدا نعم. وقعت العديد من الاتفاقيات مع النظام السابق نعم. وفي اتفاقية الدوحة نعم. اتفاق سلام دارفور نعم. موجود حركة بحر إدريس أبو قردة نعم. حزب ولديه حزب مسجل نعم. دكتورة تيجاني السيسي لديه حزب مسجل نعم. عدد من الحركات العديدة التي هي لديها اتفاقيات نعم. ما مصير هذه الاتفاقيات؟ حقيقة كلامك صحيح، هنالك حركات كثيرة هي أبدت رغبتها في السلام وأبدت رغبتها أن تكون جزء من المنبر وقدمت يعني طلبات يمكن للانضواء. زي منو؟ والله أنا لا أستحضر، يعني في مثلا في تجمع جوبا فيه زي 6 حركات وعدد من الحركات في لغان الأول هي قدمت طلبات وهي الآن تحت الدراسة. طيب خلينا الحركات الآن نمشي للاتفاقيات الموقعة. في اتفاقية نعم. الدوحة نعم واتفاقية أبوجة نعم، وهذه الاتفاقيات لا تخص النظام السابق لأنها اتفاقيات دولية نعم، وعليها شهود دوليون نعم، فيها الاتحاد الأفريقي، فيها الأمم المتحدة، فيها شهود آخرين عديدين نعم. يعني نعم. كضامنين نعم. هذه الاتفاقيات نعم. مصير هذه الاتفاقيات والله حقيقة أنا بفتكر السؤال ده هي بتجاوب عليه الحكومة تماما، لأن هي ما هي المطالبات ما حتكون من الجبهة الثورية. نحن يمكن في الجبهة الثورية أي شيء لا يتناقض ولا يغرق. الحكومة الحالية تقصد؟ الحكومة الحالية هي. يعني ده لا. أنا بفتكر الملف ده هو بيوضع أمام الحكومة، لكن نحن في الجبهة الثورية يعني حقيقة نحن بندعو لحد سياسي شامل حقيقة، لا نمانع أصلا بأي معالجات بشرط لا تتناقض
مع ما يمكن أن يعني نتفق عليه، وأيضا لا تغوط إلى الإغراق. يعني مثلا ما يتفقوا في الاتفاق الجديد، ما تعملوا تناقضات مع القديم. يعني مثلا النظام حيكون منطقي كده، النظام السابق يعني مثلا كما حدث في 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 اتفاقية الدوحة حصل إغراق وحصل يعني استحداث لفصائل جديدة، وحصلت أشياء كثيرة في تجارب. نحن ما دايرين أن تتكرر نفس هذه التجارب. أنتم منفتحين على الاتفاقيات السابقة، تحترموها يعني اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة. حقيقة نحن نحترم كل الرفاق الغاتل يعني وأصحاب. لا أنا أقصد يعني الاتفاقيات باعتبار الاتفاق، لأنه دي اتفاقيات. ما هذه الاتفاقيات نحن ما طرف فيها. ونجحوا فيها. نعم نحن الاتفاقيات. وقدموا فيها جهد بشري. نحن الاتفاقيات دي. قد يغيم هذا الجهد وفقا لتقييمات مختلفة من كل شخص. نحن الاتفاقيات دي كجبهة ثورية ما طرف فيها. عشان كده ما معنيين أنه نقبلها أو نرفضها. لكن نحن معنيين أنه يعني اي اتفاقيه سابقه يجب ان لا تتناقض مع الممكن نتفق عليه وما تغرق ما يمكن ان نتفق عليه. ده معنى تستصحبه في التفاوض، يكون مستصحب. نحن ما بنقدر نستصحب، لكن زي ما قلت لك السؤال ده التفاوضيه. نعم السؤال ده ما موجود يعني هو يعني نحن عارفين يعني هذه التنظيمات هي على تواصل مع الحكومه ومع السلطه الموجوده الان، هي التي توفق ما بين الموروث من النظام السابق وما بين نحن ماشيين عليه. نحن بيهمنا ده ما يؤدي الى 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 طيب تناقض وما يؤدي الى تقابل. طيب تمام جميل، نحن باقي لنا زمن قليل عشان نمشي سريع جدا ان شاء الله. نعم. سيد التوم، فيما يتعلق بالموقف الدولي والاقليمي في دفع فاتوره التنميه واعاده الاعمار، كيف تقيم الموقف الاقليمي والدولي الان؟ الى اي مدى من الممكن ان يكون داعم لاستقرار السودان حتى تكتمل العمليه السياسيه التي بدات هنا في الخرطوم بتشكيل المجلس السيادي الانتقالي وتشكيل الحكومه الانتقاليه الان؟ نعم الموقف الدولي انا افتكره متجاوب تماما، ويمكن انت ملاحظ في خلال الاسابيع اللي فاتت وبالذات بعد التشجيع التقدم الملحوظ تم يعني في جوبا، لانه في مواقف مثلا يعني الموقف بتاع امريكا وبالذات الموقف بتاع الكونغرس مربوط بقرارات بتحقيق السلام. الان واضح جدا جدا الخطوات اللي قطعت في مسألة السلام هي راحت وفي شغل ماشي. يمكن وزير المالية الآن يعني وجد تجاوب كبير جدا جدا من أصدقاء القضية السودانية في 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 واشنطن، وأنا أفتكر المسألة بتاعت وقت فعلا دي هي يعني مسألة يعني حتمية ومسألة مطلوبة تماما، إعفاء الديون عشان السودان يقدر يتعامل مع البنوك الدولية، رفع اسم السودان من الدول غائمة الإرهاب مطلوبة. فأنا أفتكر ده كل البوابة له هو السلام، وأنا أفتكر نحن ماشيين في الاتجاه الصحيح. طيب في محور مهم جدا والله مقلق لأهل السودان. نعم. هم الآن يراقبون عملية الاستقرار السياسي ويتمنون أنه العمل العام لا يخرج من الإطار الذي يضيع القيم الوطنية الموروثة عند أهل السودان، بمعنى أنه الآن الثورة السودانية وأهل السودان بصورة عامة تتمنى أن لا يتم تجاوز ما رمت إليه الثورة، بمعنى أنه ما تكون هنالك حلول نخبوية بين قيادات في عملية السلام. يعني هذا القائد الفلان للحركة الفلانية وهذا القائد الفلان للحزب الفلاني، هو يعني يكتب له اتفاق كأنما عظمت هذه الشخوص، بينما الثورة السودانية تريد أن تتحقق المرامي التي حركت الشارع بالضبط. السوداني نعم. رغبة في إحداث التغيير. نعم. يعني نخبوية الحلول دي مشكلة يا سيد التوم. صحيح. نحن حقيقة مدركين لهذه المسألة، ومن البداية رأينا واضح جدا. وعشان كده واحدة كانت من نقاط الخلاف بيننا وبين رفاقنا في قوى الحرية والتغيير، حصل تجاوز أفتكر لشيء أساسي متفق عليه، هي أولوية كيف يحكم السودان وليس من يحكم السودان. لأن نحن إذا طلعنا من الحتة دي، ودي أنا بفتكرها هي يعني منزلق تاريخي، التركيز بعد كل انتفاضة ولا ثورة على التسابق نحو السلطة ومن يحكم السودان، والبيحكم السودان عايز يفرض أجندته. نحن في الجبهة الثورية واضحين جدا من البداية، والحقيقة نحن ضد الإقصاء، ضد تقديم المشاركة في السلطة على حل مشاكل المواطن وحل مشاكل البلد. ويمكن ده الموقف اللي احنا ماشيين فيه الان. نحن بنتكلم بصراحه وبوضوح، التجارب التاريخيه في السودان والتصادم ما بين الايديولوجيات اليمين المتطرف ضد اليسار المتطرف، ودي واضح جدا جدا، وقع الشعب السوداني يعني فريسه ما بين المطرقه والسندان. يعني هذا التجاذب وهذه التصادم الموجود من جامعة الخرطوم لحد ما وصل للقصر الجمهوري نحن دفعنا ثمنه. عشان كده نحن ضد
استبدال يعني تمكين يميني بتمكين يساري، بنقولها بوضوح كامل. ونحن بنفتكر الجبهة الثورية هي الآن تنظيم وسطي تماما يقدم قضايا البلد على القضايا الشخصية، يقدم قضايا البلد على القضايا الجهوية، والدليل على كده هو الآن تنظيم منظم استطاع أن يتبادل الرئاسة على مدى 4 دورات. كان مالك عقار الرئيس الأول، كان دكتور جبريل الرئيس الثاني، مني الرئيس الثالث، والآن طاير. أنا أفتكر دي كلها هي التجربة بتثبت أن الناس ما متكالبين على السلطة. عشان كده أنا معاك، دي نقطة مهمة جدا جدا. نحن بنفتكر ومتمسكين بشعارات هذه الثورة، أول حاجة فيها الشفافية. وأنا أعتقد دي مشكلة كبيرة جدا جدا، يجب أن يكون هي شفافية. وأنت شايف التضارب والتناقض في الإعلام اليومين دي، كويس. الشيء الثاني فيه الحرية للجميع والسلام للجميع والعدالة للجميع. نحن ما مع إخصاء، نحن مع هذه ثورة الشعب وليس ثورة حزب سياسية السودانية. بالضبط، لا إخصاء. بالضبط. ونحن نحب أن نطمن الجميع أن الجبهة الثورية بمكوناتها، ونتمنى أن يحصل السلام بأسرع فرصة، وأن تدخل الجبهة الثورية هتكون الحامية والغائدة لهذا الخط. نعم، في أمال أكبر من ذلك يا سيد التوم هاجو أيضا، وهي متعلقة بالمواطن البسيط ينتظر الخدمات والصحة والتعليم وغيره من القضايا، نعم، في بالذات في مناطق الحرب والنازحين. نعم، والقضايا دي وحتى في الخرطوم يعني قد لا تنتظر. بالضبط، حتى في الخرطوم فعلا في قضايا قد لا تنتظر. إلى أي مدى أنتم مستصحبين المسألة دي فيما يتعلق بأمد التفاوض؟ بالضبط، نحن يعني حقيقة الآن خارتين السقف بتاع شهرين للتفاوض، ومراعين لهذا الجانب، ونحن مراعين فعلا الآن يعني. وأنا دائما في ظروف صعبة جدا من جداً. الشهرين دي زادة بيقولنا كثيرة أدفتكر نتمنى خارتين كسقف. وأنا قاعد أقول دائما يعني حتى التقاعد بين العبد وربه الأتى، يعني في سورة ليلى في غريش إلى فيهم رحلة الشاء والصيف فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نعم. فإذا كان ده العقد بين العبد ورب الخلقه، فما بالك بين العقد يعني بين الإنسان والإنسان حكمه. أي حكومة أي قيادة لا تؤمن للناس يعني الإطعام من الجوع والأمن من الخوف هو ده السلام، لا تستحق أن تبغى ليوم واحد. وأي حكومة وأي قيادة تقدم قضايا قضايا ايديولوجيه ولا قضايا شخصيه على قضيه المواطن واكل المواطن. وعشان كده نحن بنقول وبننبه، نحن داعمين تماما لحكومه حمدوك ومساندينها تماما، لكن حقيقه بننبه ان في مظاهر يجب ان لا تستمر ويجب ان تقيف. يعني انا بفتكر مثلا قضيه الشعب او اولويه الشعب السوداني الان ليست سيداو. نعم نعم، وقضيه الشعب السوداني ليست كره البنات الان، لا، قضية الشعب السوداني كما ذكرت هم الخدمات والذي النازحين الموجودين لحد أسدي والثورة لها 6 شهور الموجودين يعني هم الان في مناطق النزوح. نحن شغالين في حق قضايا، وقبلها نحن لما جينا هنا الثورة كانت يعني انتصرت 3 شهور وفي كان أسرى بيسمعوا في صوت الشارع وهم في سجن الهدى لحد فكيناه. نحن بنفتكر وضع الأولويات مهم جدا، عدم حقيقة يعني إشغال الناس بقضايا صحيح هي مهمة، لكن ده ما وقتها، ده ما وقتها. ولا يمكن أن أنت تتكلم عن الجائع. 90% من الشعب السوداني ما بيعرف سيداو، و90% من الشعب السوداني ما بتهمه حتى كرة الرجال، خلي يلعب أو ما يلعب يعني. فما ممكن يبقى ده إشو غير كده. أنا حقيقة دار أشيد وبشكل واضح وصريح، يعني أنا بشيد بقوات الدعم السريع صراحة بما قامت به، حتى إذا كان بشكل رمزي. هي رأت الناس متقدسين في الشارع ونزلت بكاسيان شارة الناس وصلت لهم. لا يمكن لأي إنسان وطني أن يقف ضد شغل بشكل زي ده يعني مهما كان. أشيد بهم رأوا مثلا في مشاكل في الأغاليم، في 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 بوادي بتاعت كوليرا، في أمطار، في فيضانات، لا يمكن أن تغيف ضد المسألة دي. النقد التم لبعض أعضاء مجلس السيادة لأنهم ساهموا الموضوع ده. أنا أفتكر ده كلام ما مقبول وكلام صراحة. نحن من في أولويات الآن في أيوة يعني ما ممكن الآن ما يعني مثلا الناس مثلا الناس الآن بيهاجموا في حمدوك أنه لبس يعني في احتفاليه لبس زي قوات الدعم السريع. ما الغلط في ذلك؟ هو
رجل أتى وقال هو قائد لكل البلد بيكون بدون أي فواصل. طيب إذا كان في جهة بتدعم المواطن وبتدعم مواصلة المواطن وبتدعم صحة المواطن، ما هو المانع أن تدعم هذه الجهة؟ في أولويات الآن مثلا في العديد من المواطنين يقفون في صفوف الخبز، محطات الوقود احيانا، في بعض يعني الحمد لله في الان في ازمات انحسرت شيئا ما، نعم، لكن لا يزال هنالك ضنك في بعض المحطات، حتى في سعر الدولار الان يعني نرى تذبذب ارتفاع يعني، نعم، في الايام الماضيه. يعني انتم مع حلول الاولويات الان التي تشكل هاجسا للمواطن، وهذا يحققها السلام العاجل الذي ياتي للبلاد ان شاء الله. طبعا. لكن سيد توم، انت قبل قلت لي احنا والله كبرنا بعد دارين نشتغل للاجيال طبعا الموجوده، نعم، نعم. انا دا اختم معاك بهذه النقطه المهمه جدا. في تهم دائما بتقدم للنخبه السودانيه، صح، السياسيه تحديدا، بالضبط، بان هي حملت خصومات الشخصيه، صحيح، السياسيه مع الشخصيه واظهرت واسقطت هذه الخصومات على واقع السياسي. بمعنى ان هي دفعت الاجيال الحاليه ثمن الخصومات القديمه حينما كانوا هم شباب يعني يافعين، وهم الان قد بلغوا من العمر عتية، بمعنى انه النخب تتناقل هذه الخصومات الى هذا الجيل الذي لا ذنب له في هذه الخصومات طبعاً السياسيه طبعاً. بمعنى انه العالم من حولنا في رواندا وفي غيره وفي كذا مشوا للعداله الانتقاليه، طبعا مشوا تقدموا مشوا للمصالحات والحقيقه والمصالحه وغيرها. هل نحتاج الى ذلك في كلمات؟ فعلا نحتاج. شقيق مامون، وانا افتكر ده مربط الفرس. انا بفتكر بتجربتي الطويله اللي هي يعني حوالي 43 عام، وبديت من انا طالب ووصلت الى قمه الصف السياسي. هي الأزمة، أزمة قيادة والتشبث بالكرسي. أنا الآن بقول كلامي ده صراحة، لأنه ما خايف من حد ولا طامع في شيء خالص، ولا افتكر ده الواجب الآن. هذه القيادات، يعني في قيادات كثيرة لا تستطيع أن تتكلم لأنها لحد ذاته طامعة تبقى في الوزارة، طامعة تمشي الانتخابات، عشان كده ما دايرة تخسر شخص ولا دايرة تكسب الجميع. وانا افتكر اللي بيحاول يكسب الكل هيخسر الكل، عشان كده نحن نتكلم بصراحة وبوضوح. اول خط يجب كلنا ان نحن كنا جزء من التجربة السودانية خلال 30 سنة الماضية، يعني الصالح والطالح مننا يجب ان نسلم هذه الراية. صح، عندنا تجربة، عندنا خبرة حقيقة، نقطة الخبرة نديها للشباب، لكن اي اصرار على التمسك بالمقاعد والتمسك بالكرسي والتمسك بالسلطة، نحتاج إلى تقديم المثال. بالضبط، المثال، نعم، وحفظ حق الأجيال. بالضبط، ده هيكون على حساب طيب المواطن، لأنه حقيقة إحنا كلنا إحنا كجيل كنا ضحايا. الكلام جميل، وقالوا لي زمنك انتهى. إن شاء الله. طيب أنت متفائل إن شاء الله بالتفاوض المقبل؟ نعم. حقيقة السلام، نعم، متفائل بالتغيير الذي يحدث السودان يكون إيجابيا إن شاء الله. أنا متفائل تماما، وأنا أفتكر أقل ما يمكن أن نقدم كهدية لهؤلاء الشباب اللي أتوا بثورة ليس لها مثيل، والآن يعني يحتذى بها في لبنان اليومين دي، وبيحتذى بها في العراق. أبسط ما نقدمه لهم هدية بتاع السلام، نظيف السلام وسلام شامل السلام واستعداد لتسليم هذه الراية، وهذا الوطن يستحق ذلك. نعم، بكل تأكيد، وأهله في كل ربوع السودان يستحقون ذلك. نعم، نعم، بلا خصومة سياسية إن شاء الله. نعم. طيب، أشكر جدا السيد توم هجو، التوم الشيخ هجو، رئيس المجلس التشريعي بالجبهة الثورية ورئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي للجبهة الثورية. سعدت جدا بهذه الإضاءات وهذه المعلومات التي تفضلت بها والرؤية الفكرية والسياسية. شكرا لك. شكرا. شكرا جزيلا. إذن مشاهدي الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في لقاء خاص الذي قدمناه مع السيد توم الشيخ هجو، رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية وكذلك رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي للجبهة الثورية. تلقبونا في لقاء مقبل بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.